بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمه الله وبركته من الان والى الابد امين. سلام ونعمه محبه رب المجد يسوع معكم ايها الاحباء المباركين. رساله اليوم يا احباء هي زي وقفه مع النفس عشان الانسان يتذكر عمل الله في حياته. كنا بنتكلم عن رساله معلمنا يوحنا الرسول الثالثه إصحاح 11، لأن من يصنع الخير هو من الله ومن يصنع الشر فلم يبصر الله. تكلمنا يوم الخميس بنعمة المسيح عن اصنع الخير، وامبارح اتكلمنا عن لا تصنع الشر أو لا تفعل الشر أو احذر من الشر. رسالة النهاردة يا أحبائي وهي تطبيق عملي في حياة الإنسان. التطبيق العملي ده قال عنه معلمنا داود النبي في مزمور 86. مزمور أذكر بالمزمور دي: أمل يا رب أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا. في عدد 17 معلمنا داود النبي يقول له كده: اصنع معي آية للخير فيرى ذلك مبغضية فيغزو، لأنك أنت يا رب أعنتني وعزيتني. بقول وقفة مع النفس يا أحبائي كتطبيق. الإنسان إزاي يصنع الخير؟ إزاي فعلا يتمثل بسيد المسيح له المجد اللي كان يجول يصنع خيرا، وبالتالي عشان يكون هو ابن لله، لأن من يصنع الخير هو من الله. محتاجين ان احنا فعلا نكون على صورة ومثال سيدنا ربنا يسوع المسيح له المجد، اللي قال عنه معلمنا بولس الرسول: تمثلوا بي كما انا بالمسيح. لذلك يا احبائي حبيت ان احنا نختم او نطبق هذه الآية او هذه الرسالة بتطبيق عمل النهاردة. لعل الله استجاب لداود لما طلب منه هذه الطلبة. ما كان من داود النبي إلا أنه وقف مع نفسه وقفة، فعلا وقفة مع النفس، وقفة صادقة وأمينة، عبر عنا في مزمور 103 وعدد 2 أو عدد 1: باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. إذن لما بقول وقفة مع النفس، لأنه احتياجنا أن احنا كل فترة والتانية لما ألاقي في رسالة صعب أن أنا أنفذها أو أعيش بيها أو أطبقها في حياتي، محتاج أن أنا أشوف إيه اللي بيعمله معايا المسيح إلهي حتى أن أنا أقدر أن أنا أتمثل بيه، وحتى أقدر أن أنا أعيش بيه. لأنه أدانا نفسه، أدانا شخصه، أدانا حياته عشان تكون قدوة، تعلموا مني. وبالتالي احنا محتاجين ان احنا نقف مع نفسنا هذه الوقفة لشان نستطيع فعلا ان نصنع الخير. اصنع معي يا رب آية صالحة. احد الاباء قال كده: لتكن هذه الصلاة هي صلاة دائما في ايام غربتي. فاكرين لما كنا بنتكلم على نهاية الأيام وانتهاء السنة القبطية، كنا أخذنا برضو قول لأحد الآباء كده يقول كده: أعطني يا رب ساعة ترضي صلاحك قبل انتقالي من هذا العالم. أعطني يا رب ساعة ترضي صلاحك قبل انتقالي من هذا العالم. والنهاردة بناخد آية تانية اللي هي: اصنع معي آية صالحة، أو اصنع معي آية للخير خليها طوال أيام غربتنا على الأرض يا أحبائي. والسؤال والوقفة مع النفس عشان الإنسان يتذكر عمل الله في حياته زي ما قال داود النبي: هل لم يصنع معنا الله فعلا خير حتى الآن في حياتنا؟ يا ترى لحد دلوقتي احنا مش شايفين الخير اللي عمله معنا الله؟ ده أعظم آية صنعها الله وخير لينا هو موت ابنه الحبيب يسوع المسيح على عود الصليب، وصار لنا الصليب قوة، قوة الله. كلمة الصليب عند هالكين جهالة، أما عندنا نحن مخلصين هي قوة الله. أي آية صالحة أعظم من هذه يا أحبائي؟ عشان كده لا يملك الإنسان سوى أنه في كل يوم
يمر عليه أو يصبح عليه يوم أنه ينحني سجودا أمام الله ويقول له شكرا ليك، أشكرك من أجل إحساناتك لي، أشكرك من أجل عمل الفداء، أشكرك من أجل عمل الحب، أشكرك من أجل تدبير الخلاص، أشكرك من أجل ميراثي للحياة الأبدية. وعشان كده والذين قبلوه وقبلوا هذا الفداء وآمنوا به أعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله. أي آية أعظم من ذلك أيضا يا أحبائي، يقول عنها معلمنا يوحنا الرسول: أي محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. إذن في خير كثير، ما تبصش للحاجات اللي بتحصل في حياتك، إذا اضطرابات أو إذا مشاكل أو إذا محاربات أو إذا كوارث يحمينا ربنا أو إذا الأوبئة اللي احنا بنعدي بيها دي، الله دائما يصنع خير لأنه هو صانع الخير، فلنشكر صانع الخيرات، هو مصدر كل خير في العالم وفي حياة الإنسان يا أحبائي. ألم يصنع معي آية صالحة لما جاء كل الذين أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله مكتوبين اسمهم في سفر الحياة؟ أليس هذا هو، أليس هذا هو أيضا آية للخير، آية صالحة؟ عشان كده يا أحبائي السؤال، إذا كان ده عمل الله في كل العالم، تقول لي يا أبونا ده ما كل العالم بس أنا مش شايف حاجة لنفسي، أقول لك عدي معاي كم آية صنع الله. في يوم من الأيام كان في أب كاهن جاته امرأة وتشتكي له من كتر المشاكل اللي بتعدي عليها وما تطلعش من مشكلة إلا وتخش في مشكلة تانية، فبتقول له ليه ربنا قصدني أنا، ليه ربنا ما فيش غيري إن تحصل له المشاكل دي إلا أنا. قال لها: بكرة عايزك إنك أنت تكتبي من أول الصباح كده، تجيبي ورقة بيضة وتكتبي فيها كل الحاجات الخير اللي بيعمله معاك ربنا، وفي ظهر الورقة كده اكتبي كل الحاجات اللي انت شايفاها مشاكل وكوارث وحاجات وحشة بيعملها معاك ربنا في حياتك أو بتحصل في حياتك. فابتدت تكتب من أول اليوم، جات في نص اليوم كده بتتصل بأبونا بتقول لي: يا أبونا أنا خلصت الورقة. قال لها: لسه اليوم لسه ما خلصش. طب إيه؟ استني لحد. قالت له: مش ملاحقة إن أنا أكتب الخير اللي بيعمله ربنا معايا في حياتي في كل دقيقة بل في كل ثانية في كل يوم. عشان كده وقفة النفس النهاردة يا أحبائي هي عشان نسترجع إحسانات الله في حياتنا. التطبيق الشخصي لكل واحد منا قال عنه معلمنا بولس الرسول: صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن يسوع المسيح جاء ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. أخذ الآية دي، هي دي التطبيق الشخصي لكل واحد مننا. إيه هي الآية الصالحة في حياتي؟ أولا غفران الخطية بتاعتي، وبالتالي أداني سلام في القلب وأداني هدوء في حياتي. ليه؟ لأنه فيه حصل مصالحة مع الله. تاني حاجة آية صالحة أداني كنيسة مبنية، كنيسة في وسط المكان اللي أنا عايش فيه، أداني منارة بسمع منها جرس الكنيسة، أداني إنجيل بيقرأ، إنجيل بعيش بيه، إنجيل بيبشر بيه. لما اتقفلت الكنيسة كل واحد قال: يا عرفنا قيمة الكنيسة يا أبونا. لما كنا بنضرب الجرس في مرة انقطع الحبل بتاع الجرس، الجيران اللي حوالينا في مرة بتقابلوا مع واحد من الأحباء قالوا لهم: أنتوا ليه بطلتوا أنكم تضربوا الجرس بتاع الكنيسة؟ إحنا بقينا نستنى إن إحنا نسمع جرس الكنيسة. آية صالحة ناس كثيرة محرومة منها أحبائي. آية صالحة في حياتي إن أنا أرجع للمسيح، إنه يعطيني إن يديني إن أنا أخدم الآخرين، إن كأس ماء بارد يعطيني أجره، إنه يديني إن أنا باستمرار نصرة على الخطية، يديني باستمرار حرية في حياتي بقوة الصليب. آخر حاجة آية صالحة يديني التسديد لكل احتياجاتي، أبوكم السماوي يعلم ما تحتاجون إليه. أخيرا اللي قال عنا معلمنا داود النبي: لأنك أنت يا رب عز عنتني وعزيتني.
هو معين الإنسان في ضعفاته، هو معز الإنسان في أتعابه، هو سند الإنسان في غربته. النهاردة اجلس مع المسيح وراجع إحسانات الله في حياتك وحياتي وحياتك، حتى إن احنا نقول له كده: أشكرك، أقدم لك كل السجود يا رب، بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، له كل المجد والإكرام والسجود من الآن وإلى الأبد، آمين.